شخصية سياسية ومالية في طرابلس، ما زاد من حجم التأييد الشعبي لها. المجلس الذي جاء ليبقى ويستمر في العمل هنا في طرابلس، ولن يخرج إلا ليتكلم فيه اجتماعات دولية وعمل أخرى مؤقتة والرجوع. أما العمل هنا أصبح رسميا هنا، والآن نجهز للمقر الرسمي للحكومة. ودفع المجتمع الدولي في اتجاه تشكيل هذه الحكومة، ووعد بدعمها ماليا وعسكريا، وهو ما بدا جليا في تصريحات الرئيسين الأمريكي باراك أوباما والفرنسي فرانسوا أولاند على هامش مشاركتهما في قمة الأمن النووي في واشنطن. لاحظنا أن هناك تراجعا لداعش بسبب الضربات التي قمنا بشنها في إطار التحالف العسكري الدولي، ويجب دعم الحكومة الليبية الجديدة لمنع تنظيم داعش من جعل ليبيا قاعدة جديدة له في المستقبل. نسقنا مع الرئيس أوباما أعمالنا الاستخباراتية ورصد المقاتلين الأجانب، ونحن ندعو إلى اعتراف كامل بحكومة الوفاق الوطني التي تشكلت برعاية الأمم المتحدة. يشار إلى أن حكومة الوفاق الوطني الليبية ولدت بموجب اتفاق سلام تم توقيعه في ديسمبر الماضي برعاية الأمم المتحدة، والذي ينص على أن عمل حكومة الوفاق يبدأ مع نيلها ثقة البرلمان المعترف به دوليا. لكن المجلس الرئاسي أعلن في 12 مارس الماضي أعلن انطلاق أعمال هذه الحكومة استنادا إلى بيان تأييد وقعه 100 نائب من أصل 198 نائبا بعد فشلها في حيازة الثقة تحت قبة البرلمان. وفي أول تأييد علني في العاصمة الليبية طرابلس، شهدت ساحة الشهداء مظاهرات حاشدة دعما لحكومة الوفاق الوطني. وطالب المتظاهرون برحيل خليفة الغويل رئيس حكومة طرابلس التي لا يعترف بها المجتمع الدولي. وللمزيد من المتابعة انضم إلينا عبر الهاتف من طرابلس الأستاذ موسى محمود الإعلامي الليبي. أستاذ موسى، كيف تبدو الأجواء في العاصمة الليبية طرابلس عقب وصول حكومة الوفاق الوطني وساحة الشهداء التي شهدت مظاهرات تأييد لها؟ مرحبا بك يا أختي العزيزة. أهلا بك. حقيقة بعد شد وجذب ومناورات هناك وبعد ما تمخض فيها الصخيرات، الآن تظهرت الحكومة الليبية وبشر أعمالها من طرابلس. وحدثت الشارع الليبي بين المميز والمعارض، ولكن فينا الآن الحكومة تدخل إلى مقرات الرئاسة في عاصمة طرابلس. جوبت في البداية باعتراض من حكومة الأمر الواقع، حكومة السيد الغويل المنتهية، لكن بعد أن لوحت ضدها عقوبات دولية، اليوم صرحت حكومة الغويل بأنها تميل إلى المعارضة السلمية. يبقى الرهان على المنطقة الشرقية تحديدا برقة، حيث هناك لا يزال هناك مخاوف فيما يتعلق بالجيش الليبي، وكذلك بعض الاستحقاقات الأخرى من الممكن أن تكون في إضافة أو في إضافة نائب آخر إلى الحكومة الفراش. نعم. يعني وإلى أي مدى يمثل تأييد حكومة الوفاق الوطني من قبل العشر بلدات التي خرجت في مظاهرة تأييد ضربة للحكومة التي لا يعترف بها المجتمع الدولي؟ حتى الوضع الاقتصادي الليبي متردي جدا، هناك نقص في المرتبات واقتصادي متاح، يعني يعجز في ان يحصل على اراضيه الخبز، مما دعا الشارع للقبول بهذه الحكومه. هناك عده مجالس فرديه في غرب طرابلس تدفع هذه ايضا المؤسسات السياديه كمحافظه المحضي، وكذلك مؤسسه الوطنيه للمحضي تعييتها للحكومة الجديدة، ويظهر فيما يهم في مستقبل الجيش الليبي في قيادة السير، وكذلك أيضا هناك رسل في مدى السرب هو يفقد
شعبي والعالم والمجتمع الدولي. هناك ايضا المواطن النفطي والحقول التي تعرضت للحرب والهجمات المتكرره لتنظيم الدوله. هناك تفاعل بالتعود القوة القاهرة ترتفع القوة القاهرة عن موانئ تصدير النفط وعن الحقول النفطية وتعود العجلة لتدور إلى الأمام ويتحسن وسط الشعب الليبي. أشكرك. نعم أشكرك الإعلامي الليبي موسى محمود، كنت معنا عبر الهاتف من طرابلس، ونعتذر عن رداءة الصوت في بعض الأحيان. حذرت عدة دول من مغبة حصول الجماعات الإرهابية على السلاح النووي. جاء ذلك على هامش أعمال قمة الأمن النووي الرابعة في واشنطن والتي يشارك فيها قادة أكثر من 50 بلدا. من جانبه أشار الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى أن العالم أحرز تقدما في منع الإرهابيين من امتلاك السلاح النووي، موضحا أن عودة إيران للاندماج في المجتمع الدولي سيستغرق بعض الوقت رغم رفع مجموعة من العقوبات عنها. ويمثل مصر في هذه القمة وزير الخارجية سامح شكري. مزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. مرحبا بك سيادة السفير، وكيف ترى أهمية مشاركة هذا مصر في هذا أو هذه القمة، وما الذي يعني أن الولايات المتحدة أو كلمة الرئيس الأمريكي أننا منعنا الإرهابيين من امتلاك السلاح النووي؟ هل كانوا قريبين من هذه من هذا الهدف؟ أولا مساء الخير، وطبعا احنا مشاركة مصر مهمة جدا لأن احنا بنمثل مبادرة أساسية في الشرق الأوسط، وهي جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية. واحنا بنطالب باستمرار ان جميع الدول تنضم إلى اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية. تقريبا الدول العربية كلها وإيران أيضا منضمين لهذه الاتفاقية، الدولة الوحيدة هي إسرائيل. فإحنا كل مرة يعني بيقترب الضغط شوية بشوية على إسرائيل، ولكن ما زال في مسافة نتيجة موقف أمريكي، موقف بعض الدول. فبالتالي احنا مشاركتنا بتبقى هو من هذه الناحية الأخرى حق الدول النامية في استخدام الطاقة النووية لأغراض التنمية، سواء التنمية الزراعية، الصناعية، الطبية، كافة مجالات توليد الطاقة الكهربائية، وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة النووية. فدي عمليات مهمة جداً بتهمنا وبنديها اهتمام، والعالم كله بيستمع إلينا، لأن احنا بنتكلم من واقع ان احنا موقعين على اتفاقية منع الانتشار سنة 1968 وبنحترمها. طيب يعني في إطار الضغط على إسرائيل، ما الذي يرد به يعني ترد به مثل هذه القمم على المطالبة يعني أن تكون منطقة الشرق الأوسط خالية من السلاح النووي؟ كيف تتعامل القمة مع دولة مثلا مثل إسرائيل غير موقعة على الاتفاقية؟ هو في حجة بتسوقها الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، بيقولوا أن ده انضمام إسرائيل لاتفاقية منع انتشار السلاح النووي مرتبط بعملية السلام الشاملة، وإن ده يعني إسرائيل حاسة بعدم الأمان، فبالتالي هي لا تريد إن هي تستبق بالأحداث. وده طبعا منطق بيعبر عن ازدواجية المعايير، لأن أصل الدول الكبرى نفسها، يعني عاوز أقول حاجة أبعد وأعمق، إن الدول الكبرى كلها عندها ترسانات نووية، فبالتالي هي بتطالبنا إحنا اللي ما عندناش إن إحنا ما نعملش. وفي نفس الوقت حليفتها اللي هي إسرائيل لا تطالبها، احنا بنقول لهم طيب طبقوا اللي انتوا طبقتوه على ايران، وهي دولة عضو في اتفاقية منع انتشار السلاح النووية، طبقوه على اسرائيل.
فده يعني احنا بنحاول نقترب شوية بشوية من الموضوع، وحصل بعض التقدم من سنة 1995 إلى الآن، لكنه يعني ما هوش مرضي. ولكنه يعني فيما يبدو أن مثل العبقري أحمد شوقي وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تأخذ الدنيا غلابة، وضع حق وراءه مطالب. احنا باستمرار بنطالب بهذا الحق. النقطة الثانية اللي اشرت ليها في عجالة لو سمحت، ان امريكا منعت وصول اسلحة نووية للقوى الارهابية. يعني القوى الارهابية دي من هي، ومن الذي يوصلها اسلحة نووية، ومن الذي عنده اسلحة نووية حتى يوصلها لهذه الدول، او التكنولوجيا النووية يوصلها لهذه الجماعات الارهابية؟ نعم. يعني كلام هو لتحويل الموضوع عن مساره الرئيسي، وهو ان نلزم الاول السلطات الرسميه ثم نتكلم ثم نتحدث عن المارقين. نعم، كلام سليم. سياده السفير اخ احمد حسن مساعد وزير الخارجيه الاسبق، شكرا جزيلا لك. قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ان موسكو تامل في ان يبدي وفد الحكومه السوريه مرونه خلال محادثات السلام مع المعارضه. في غضون ذلك قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن واشنطن تنشر معلومات مضللة حول مضمون مباحثاتها مع موسكو بصدد سوريا، مؤكدا أن مزاعمها عن وجود اتفاق حول مصير الأسد ليست إلا قلبا للحقائق. وأوضح لافروف أن قرارات مجموعة دعم سوريا تؤكد أنه لا يحق لأحد باستثناء الشعب السوري تقرير مصير الرئيس بشار الأسد. اتهمت وزارة الخارجية الفرنسية الحكومة السورية بانتهاك الهدنة. وأضاف المتحدث باسم الوزارة أن الضربات الجوية التي تنفذها دمشق تقوض جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي، ودعت باريس دمشق إلى إيقاف أي هجمات ضد المدنيين والمعارضة المعتدلة وفقا للقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي. في مدينة بيت لحم انطلق اليوم ماراثون فلسطين الدولي الرابع دون مشاركة عدائي قطاع غزة الذين منع الاحتلال الإسرائيلي خروجه من القطاع. وينظم الماراثون بالتعاون مع حركة الدنماركية بمشاركة 3,300 عداء وعداء، بينهم 1,100 عداء من 50 جنسية أجنبية، للتأكيد على ضرورة إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية وإنهاء الحواجز التي يقيمها الاحتلال. ليس بماراثون رياضي وسباق نحو القمة ولا فائز يتوج باللقب، بل ماراثون بمضمون سياسي. ماراثون فلسطين الدولي الرابع والذي انطلق تحت عنوان الحق في الحركة، حق يسلب يوما بعد الآخر من الفلسطينيين، تشدد القيود وتغلق المدن بأسوار وحواجز. الحق في الحركة لأننا ممنوعون من الحركة، ممنوعين من الاحتلال، ممنوعين بالجدار، ممنوعين بالحواجز، ممنوعين بالمستوطنات، وهذا الماراثون فلسطيني حتى العظم، حتى النخاع. هذا الماراثون هو ماراثون سياسي بامتياز، يرد على تصرفات إسرائيل العنجهية ويؤكد على حق الشعب الفلسطيني في الوجود والحركة، وها هم مجموعة المتضامنين يأتون اليوم من أجل أن يؤكدوا على هذا الحق وأن يرفضوا الاحتلال والحواجز والجدران التي تبنيها إسرائيل. أكثر من 4,000 عداء وعداءة، 1,000 منهم يمثلون 63 دولة من أنحاء العالم، استعدوا هنا منذ ساعات الصباح الباكر لينطلقوا من مدينة السلام بيت لحم مرورا بشارع المهد الجدار الفاصل إلى شارع القدس الخليل. مسار سياسي بامتياز، فحتى هذا المسار تتقيد فيه أرجل العدائين من الوصول لعاصمتهم بفعل تكبير إسرائيل لدولتهم التي تتقلص مساحتها يوما بعد الآخر. احنا عانينا الصبح قبل ما وصلنا للمنطقة هاي، عشان هيك احنا بنوجه رسالة انه من حقنا كباقي شعوب العالم يعني في الرياضة وفي الحركة وفي كافة النشاطات يعني. واحنا دايما موجودين وحاضرين في اي مكان وباي موقف وباي موقع، احنا موجودين وبنخافش والارض ارضنا والبلاد بلادنا. اسرائيل والتي منعت اكثر من 100 عداء من قطاع غزة للمشاركة في الماراثون
هنا تتجسد معاناة الفلسطينيين بحرمانهم.